مثال آخر على تحليل أو اللي جاء ديفلكشن بالهياكل، هذا عندنا هيكل عبارة عن ضلع مائل، لا تستعمل دائما بمظلات الوقوف، يريد حساب التانجنشال روتيشن الدوران في نقطة سي. لو رسمنا بشكل تقريبي الإلاستيك كيرف أو المنحنى راح يكون بهالشكل، يريد هنا الزاوية ثيتا سي إيش قد مقدارها بالسؤال. فأول شيء المنشأ الافتراضي وكو منشأ حقيقي. الافتراضي ترفع الأحمال الحقيقية ومسلط عزم مقداره 1 كيلو نيوتن في متر على نهاية الجوينت سي. القطع هنا يكون عمودي، فيحاول يقعر القطعة بالشكل الأسفل، فيكون العزم مقداره ناقص 1، يعني ماكو ذراع للعزم لأن هو عزم أصلا بالسؤال. بعدها تنقل القوة على الضلع العمودي، هذا الجوينت اللي هو بي، المومنت دايجرام باتجاه كان معاكس لعقرب الساعة، المومنت يصير باتجاه عقرب الساعة. تقطع على مسافة اكس من رأس العمود، ما نقطع من الأسفل، نتخلص من الريكشنال. فراح يكون عندك يحاول الكولوم قلنا ننظر له من اليمين مثل المثال السابق، فيكون عزم مقداره 1. هاي نفس العملية نكررها بالمنشأ الحقيقي بالأحمال الحقيقية ونفس الأبعاد. هنا عندنا احنا لازم نوجد نحل القوة إلى مركبتين، مركبة عمودية وأفقية على السطح المائل. ليش؟ لأن المركبة العمودية هي اللي تسبب عزم، المركبة الأفقية ما تسبب عزم اللي هي قوة محورية. فعندنا هنا هاي القوة، فراح يكون تحلل القوتين إلى مركباتها، القوة العفو إلى مركباتها، الزاوية 60 درجة كانت مع الأفق تصبح مع العمود، هاي 60 درجة، فخمسة في كوساين 60 تكون 2.5، هاي القيمة، ف2.5 تحاول تقار العتبة 2.5 في سالب فتكون ناقص 2.5 في إكس. هاي القطعة الأولى. الثانية نرجع الجوينت بي، ننقل الأحمال. هنا عندنا كانت 5 مجموع القوة العمودية، هنا كذلك يكون رياكشن عمودي 5، وهنا اكو هاي المنطقة المسافة تسبب عزم القوة 5 في 1.5، فتسبب عزم رياكشن للقوة الخارجية المسلطة فيكون 7.5. تنقلهم على نهاية العمود من الأعلى فيكون 5 للأسفل عكس الاتجاه، كانت للأعلى تصبح للأسفل، والعزم كان باتجاه دوران معاكس لعقرب الساعة يصبح باتجاه عقرب الساعة. وهنا قاطع والنظر كذلك للكولوم اليمين، العزم وقوة محورية ما تسبب عزم، فيكون العزم مقداره 7.5، عزم انحناء سالب. هنا معوض حدود التكاملات، و بعد ما تعوض الـ EI وواجه زاوية دوران طالع بهذا المقدار، هذا يمثل زاوية دوران في الجوينت.